النهارده وزير الاسكان دكتور مصطفى مدبولي اعلن عن طرح الاعلان الخامس لمشروع الاسكان الاجتماعي المليون وحده. نعرف التفاصيل من المهندس صلاح حسن الرئيس التنفيذي لمشروع الاسكان الاجتماعي. مساء الخير يا باشمهندس. بس ليك وبالساده المشاهدين ان شاء الله. اهلا بحضرتك. اهلا بك. عرفنا التفاصيل بقى يا فندم، الاعلان الخامس، عدد الوحدات، المواعيد. هو طبعا الاعلان الخامس زي ما حضرتك تفضلتي ده موجود في سبع محافظات، سبع مدن جديده تابعه لمحافظات. يعني عندنا في محافظه القاهره الجديده ومدينه بدر، عندنا في محافظه اسكندريه مدينه برج العرب، عندنا في محافظه المنوفيه مدينه السادات، عندنا في بني سويف محافظه بني سويف، عندنا انا محافظه انا، عندنا صيبه للاقصر، عندنا اسوان بمدينه محافظه اسوان. كده اجمالي عدد الوحدات قد ايه يا فندم؟ يعني متوسط في حدود من 15 ل 17 الف ان شاء الله. والاسعار بقى هتبقى زي الوحدات اللي فاتت؟ نفس اسعار الاعلانات، نفس اسعار الاعلانات الاربعه السابقه اللي هي سعر الوحده 135 الف جنيه. يستفيد بدعم من 5 ل 25 الف كل مواطن على حسب دخله. المقدم 5000 جنيه يتم زيادته الى 5000 من ثمن الوحده بعد انطباق الشروط وقبل التعاقد على الوحده. بعد كده بيبقى قسط شهري يبدا ب 470 جنيه لمده 20 سنه بفائده 7% متناقصه. كنتوا سبق باشمهندس اعلنتم ان انتوا هتعدلوا شويه بالنسبه لشروط المتقدمين، هل ده تم؟ طبعا حضرتك بقى يعني ايه لسه فاكره الاسئله اللي فاتت وبتحسبيها علينا وبتحسبيها علينا. هو طبعا بالفعل في هذا الاعلان تم تعديل شرطين مهمين جدا. الشرط الاولاني ان السن بقى لحد 50 سنه بدل 45. بقى من 21 ل 50. الحاجه الثانيه ان الدخل اتعدل، بقى دخل الاعزب لا يزيد عن 2250 بدلا من 1750. ودخل الاسره بيصل الى 3000 بدلا من 2500. طيب احنا ده طبعا اهم تعديلات موجوده. وطبعا زي ما حضرتك عارفه ان اي تعديل في اي شرط من الشروط بيدخل شريحه اعداد كبيره طبعًا. جدا من المستفيدين من الوحدات. هو التعديل ده تم من المرحله اللي فاتت ولا هيطبق من المرحله دي يا فندم؟ لا، هيتم تطبيقه من هذا الاعلان بس، من ده، من الاعلان الخامس ده. موقف 6 اكتوبر ايه من الاعلانات؟ لانه ان شاء الله 6 اكتوبر يعني مفاجاه هيبقى ان شاء الله في خلال الايام القادمه ان شاء الله. يعني داخله في الاعلان ده ولا اللي بعده؟ لا يا فندم، لا غير هذا الاعلان. هو احنا ما شاء الله ده الاعلان الخامس، احنا مستهدفين، احنا بنتكلم على مليون وحده يا فندم، صح؟ ان شاء الله. فكده لسه قدامنا يعني برضو طريق طويل. لا ان شاء الله في الايام القادمه، يعني مش عاوز اقول في خلال هذا الاسبوع او الاسبوع القادم، هيبقى في اعلانين اخرين. طيب عظيم جدا. طب اخبار بقى المشروع بتاع ارابتك برضو ايه؟ لا استاذه لبنى مالناش دعوه بارابتك، احنا بنتكلم عن اسكان محدود الدخل المليون وحده. ده تحت مظله الوزاره برضو؟ لا يعني لا بنتكلم عن المحدود الدخل والمليون وحده. ما انا عارفه، ما انا بقول بعرف لو في تفاصيل جديده في الموضوع ده. لا اعتقد ان يعني هذا الموضوع لا يعني مش انا المسؤول عنه. طيب فانا ما اقدرش اتكلم في حاجه. انا طب غير مواعيد زملاء اخرين يتكلموا عنها. حاضر. المواعيد امتى مواعيد الناس تتقدم يا فندم في الاعلان ده؟ ان شاء الله من اول 16/7 ان شاء الله. 16/7 وحتى بعد الاسبوع اللي بعد العيد ان شاء الله ولمده 3 اسابيع. طبعا بندي فرصه للناس انها تجهز مستنداتها طبقا للاعلان يعني. تمام، شكرا جزيلا المهندس صلاح حسن الرئيس التنفيذي لمشروع الاسكان الاجتماعي. بشكرك يا فندم على وجود حضرتك معانا.